نشكر الله بنعمة ربنا وهمة الشباب اللي كانوا عم يدافعوا عنا جيشنا العظيم، قدرنا أنه نتمم الصلوات بكل الأيام، الأحد والتنين والثلاثة والأربعة كل الأيام. كان يعني هذا دورنا لنقول أنه نكون إلى جانب أولادنا اللي عم يبذلوا حياتهم لحتى يدافعوا عنا. هلأ كلياتنا مسؤولين ما في شك أنه ندافع عن وطننا وندافع عن بلدنا، كلهم بطريقته وكلهم من موقعه. الله يحميهم يا رب وياخذ بايدهم وينشروا لنا الامانه نرجع نحب بعضنا. بنصلي لحتى يقيم الرب يسوع المسيح بمناسبه هالصلاه يقيم سوريا من الوضع اللي فيها ويخلص هالشعب من المآسي ويكافح المجرمين والمتسللين والارهابيين عن البلد ويصون سوريا ويحميها ويحمي رئيسها وجيشها وشعبها. أنا ابني عسكري كمان، بحيي وبحيي كل هالجيش يلي لولا صدقيني يعني من كل قلبنا يعني كلياتنا صرنا بدنا ننزل على هالمعركة ونقول يا رب يا رب خلصنا، لأنه كان شيء لا يحتمل أبدا أنه هالإرهابيين أنه يجوا يتسللوا على مناطقنا لحتى بس يعملوا فتنة بهالبلد. فنشكر الله، نشكر الله اللي انتصرنا ويعني ما بتصدق قديه مبسوطين. لهذا السبب اليوم طلعنا نجي نصلي مشان ندعي لبلدنا ولكل الناس اللي طلعوا بسلام، والله يحميهم ويرحم اللي مات. الله يقويه، الله يحمي، الله يحمي، الله حامي سوريا. هالكلمة مو غلط، والله في قدرة إلهية. هذا انتصار فخر إلنا ولرئيسنا ولكل المسيحيين والإسلام ولكل الأمم العربية. يشوفوا الشعب السوري كيف انتمائه لجيشه ولأهله ولجيرانه ولكل شيء، وصامدين ما بنطلع من بيتنا طول ما نحن عايشين. والله ينصر الجيش العربي السوري. وشركة الروح القدس لتكن مع جميعكم.